أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الهجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وشدد المكتب على أن الهجوم المستمر على المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين وتدمير هائل للمخيم، كما أكد أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة والتكتيكات العسكرية يسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.